انتصار مهم جدا لمنتخب مصر على توجو بثلاث اهداف مقابل هدف وثلاث نقاط مهمين جدا 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 بياخدونا لصدارة المجموعة وبيقربونا من التأهل رسميا لنهائيات كاس الامم الافريقية الجاية ان شاء الله، طبعا بصحبة طبعا جزر الامر. مصر وجزر الامر دلوقتي 8 نقاط بعيد عن كينيا بخمس نقاط، خلاص توجو خرجت بره المنافسه تماما، وتبقى لنا مباراتين قدام كينيا بره ارضنا وجزر الامر على ارضنا، محتاجين بس من الماتشين اعتقد نقطه واحده او نقطتين عشان نضمن التاهل بشكل رسمي. النهارده منتخب مصر بيقدم نتيجه افضل، نتيجه افضل من مباراه الذهاب، الاداء مازال لسه في بعض المشاكل اللي هنتكلم عليها، ولكن كابتن حسين البدري غير حاجات كتيرة قوي 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 من مباراة الذهاب لماتش النهاردة، خصوصا في ضغط الفريق وكمان طريقة اللعب في الحالة الدفاعية، وبرضو كلود لروا غير من التاكتيك بتاعه والفورميشن اللي لعب بيها في مصر، لعب النهاردة بطريقة أقرب إلى 4-4-2، رجع للطريقة بتاعته اللي بيلعب بيها مع الفريق في التصفيات أو حتى في تصفيات المونديال. طيب خلونا نبدأ. توجو نزلت لنا 4-4-2 فلات، فريق عايز يكسب، عايز يحافظ على حظوظه في التأهل للكاس الأمم، وبالتالي ما كانش عنده اي مساحة اخرى غير ان هو لازم يكسب، ان هو فريق ما عندوش غير نقطة واحدة. كان حسين بدري طبعا في تغييرات من اللاعبين طبعا بسبب الإصابة، بسبب الإيقاف عمرو السرية، وطبعا شفنا انني جاله كورونا وان شاء الله يبقى كويس، محمد صلاح طبعا بيتمنى له الشفاء وكويسين، وكل التغييرات دي خلت الكابتن حسام بدري يغير من طريقه اللعب في الحاله الدفاعيه مش في الحاله الهجوميه. الحاله الهجوميه كنا بنلعب برده بال 4-2-3-1، انما في حاله الدفاع بقينا 4-1-4-1، خصوصا بعد خروج عبد الله السعيد ودخول مجدي قفشه كاساسي في مركز صانع الالعاب، ادى مساحه بدنيه لقفشه. قفشه طبعا بدنيا احسن بكتير من عبد الله السعيد، يقدر يرجع ويقدر يدافع ويقدر يهاجم، فشكلنا في الوضع الدفاعي كان اقرب الى 4-1-4-1 طبعا بوجود طارق حامد هو الهاف ديفندر اللي مامن، وطبعا النهارده برده وجود محمد شريف على الطرف الايمن ووجود تريزيجيه على الشمال ووجود احمد حسن كوكا اللي بدا كراس حربه، وحمدي فتحي كان واقف جنب مجدي قفشه، الاثنين عاملين كده زي صناع لعب، وحمدي فتحي برضه هو عمل دور مركز 8، فكان الشكل في الدفاع اقرب الى 4-1-4-1. ايه الاختلاف بقى؟ الاختلاف ان الكابتن حسام بدري النهارده ساب توجو يعملوا بالكره اللي هم عايزينه، هو عكس ببساطه اللي حصل في ماتش الذهاب. ماتش الذهاب عندنا في مصر كنا احنا اللي بنضغط، احنا بنحاول نستخلص الكره بسرعه من توجو في نص ملعبها، وتوجو كانت عامله لنا زون ديفنس في نص ملعبها. النهارده الكابتن حسام بدري عكس الايه، عملي هو بدا يوقف اللعيبه 4-1-4-1، ومفيش ولا لعيب مصري بيضغط على لعيبه توجو في نص ملعبها. لعيبه توجو بيطلعوا بالكره بشكل عادي جدا، اول ما يعدي نص الملعب يلاقي الضغط من عند كوكا، ويبدا حمدي فتحي وقفشه يقفلوا كل مناطق التمرير في نص او عمق الملعب، وبالتالي منتخب توجو اوريدي هو ما كانش عايز طبعا يهاجم من العمق، لان الفريق بيلعب ب 4-4-2 وكان دايما بيرمي الكوره على الاطراف ويرمي الكوره العرضيه لثنائي المهاجمين اللي كانوا على طول بينطلقوا داخل منطقه الجزاء، وشفنا الكلام ده حصل في اول 20 دقيقه كتير قوي. محمد الشناوي كالعاده تألق وانقذ مرمى منتخب مصر في ثلاث مناسبات خطيره قوي في اول 20 دقيقه. للاسف احنا رغم وقفتنا الدفاعيه اللي فيها تكتل دفاعي في نص ملعبنا، لكن ما قدرناش نحرم منتخب توجو من الكرات العرضيه. الكرات العرضيه كانت خطيره جدا، كورتين الشناوي شالهم وكوره جت فوق العارضه كانت خطيره جدا، اعتقد في الدقيقه 12 كانت كوره صعبه قوي قوي، لو دي ما بين المرمى كانت سريعه والهد كان سريع قوي من لابا كوجو، بس كانت صعب قوي عشان هو يتعامل معاها، لكن الحمد لله طلعت فوق العارضه. بخلاف الكره دي في كورتير، وبالتالي احنا كان عندنا ازمه ان احنا مش عارفين نمنع منتخب توجو من ان هو يلعب الكرات العارضيه. لكن الميزه اللي عندنا الفروقات الفرديه، بنتكلم فروقات فرديه شاسعه في الامكانيات ما بين اللعيبه هنا واللعيبه هنا، وزي بالظبط قفشه ما عمل الضغط بتاعه على لاعبي الوداد اول ما بيقربوا من نص الملعب عملها النهارده قدام لاعبي توجو، وقدروا هم بيحضروا الهجمه راح خاطف الكوره
في نص الملعب وتقريبا كان شبه منفرد من خارج منطقه الجزاء. لعيبه توجو طبعا لقوا حجم مرتده بدأوا يرجعوا عشان يقفلوا المساحات اللي وراهم. قدر مجدي قفشه انه يركن الكوره بشكل رائع جدا في المرمى، هدف شبيه بالهدف اللي جابه في مرمى الوداد في سيمي فاينال دوري الابطال. الهدف ده في وجهه نظري هو نقطه التحول الاساسيه اللي خلت امال منتخب توجو تهبط تماما، رغم ان هو الفريق كان مسيطر وكان مضيع فرص خطيره في اول المباراه. ده بسبب ايه؟ بسبب ان هو بدا يشوفوا ان المنتخب المصري يقدر بامكانيات لعيبته ان هم يقدروا يتقدموا في النتيجه. ده بيعمل احباط كبير قوي 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 في الاداء، وبيخليك حتى وانت داخل بكل امال عريضه عندك وبكل الجهد عندك انك تهجم وتحاول تهدد مرمى المنافس، لقيت المنافس باقل جهد ممكن قدر انه يحط نفسه في المقدمه. بعديها فضل برضو منتخب مصر سايب الكوره لتوجو بيعملوا بيها اللي هم عايزينه، وبيقدر محمد الشناوي يعمل اسيست لمحمد شريف اللي استغل فيها برضو خطا تاني. بنتكلم اول هدفين لمنتخب مصر خطاين فادحين من دفاع توجو، الاثنين مدافعين اعتمدوا على بعض لغايه لما دخل محمد شريف ما بينهم وقدر ان هو يحط الكوره في المرمى عشان يقضي على المباراه بقى كلينيكيا، مش يقضي بس على معنويات منتخب توجو، لا ده قضى على المباراه خلاص. المباراه ماتش خلص لان كان مستحيل بالشكل اللي احنا شايفينه في ملعب منتخب توجو يقدر يرجع من 2-0 ل 2-2. اخطاء دفاعيه، مهارات فرديه منتخب مصر واضحه، قدرنا نخلص الشوط الاول 2-0 والشوط الثاني بقى مجرد بس يعني كل واحد بيأدي الواجب اللي عليه، لازم نلعب ال 45 دقيقه الثانيه. فاكيد الشكل في الملعب فنيا ما كانش كبير قوي للمباراه، لان المباراه كانت منتهيه من الشوط الاول بعد هدفين اللي جبناهم من اخطاء دفاعيه. ولكن في ميزه هنا عشان ما حدش يفتكر ان احنا يعني بعيب على الاداء وخلاص، لكن في ميزه. ايه هي الميزه؟ الميزه ان احنا لعبنا بشكل واقعي، لعبنا اللي نقدر عليه، اللي هو ان انا ما اقدرش اضغط عليك بطول الملعب واقدر اعمل الشكل اللي انت ممكن يبقى الجماهير منتظره، لا، الفريق قدر ان هو يقفل المساحات وقدر يقف في نص ملعبه بشكل جيد واستغل الهفوات الدفاعيه لمنتخب توجو، لانه منتخب ضعيف في الامكانيات، لاعب اس او اتنين هم اللي عندهم شويه مهارات فرديه، لكن بقيه الفريق بصراحه فريق ضعيف جدا جدا جدا، وده المفروض الشكل كنا احنا اصلا نعمله من البدايه هنا في مصر، ولكن اللي حصل حصل. ولكن الميزه عندنا احنا بشكل واقعي، بشكل واقعي امن لنا الثلاث نقاط ويخليك كمان تلعب باقل مجهود ممكن، ما يبقاش في ضغط عصبي. النهارده منتخب مصر شفناه بيجيب 3 اهداف ومضيعين برضو فرص اخرى، كنا ممكن نزود الغله التهديفيه، بس ما فيش نفس النرفزه بتاعه ماتش الذهاب. ليه؟ الماتش الذهاب احنا طبعا كلنا منتظرين منتخب مصر في مستوى افضل بكتير من اللي احنا شايفينه، بعيد طبعا عن المبررات وبعيد عن ربما بعض الاسباب اللي ساقها الجهاز الفني في ماتش الذهاب. ولكن الميزه النهارده احنا لعبنا على قدنا، لعبنا الاداء اللي يدينا النتيجه اللي احنا عايزينه. عشان كده في الشوط الثاني كابتن حسام بدري قدر بقى انه يغير التغييرات الخمسه ويعمل اللي هو عايزه وغير لعيبه كتيره جدا جدا والاداء ما اتغيرش. احنا بنتكلم بصراحه جدا، الشوط الثاني برده كل اللعيبه اللي نزلت كانت بتضيع التهديف، ما فيش ولا جمله جماعيه بنعملها، احنا بنمرر الكوره بشكل فردي، ما فيش خطه واضحه احنا متدربين عليها واضح جدا، ما فيش جمله تكتيكيه بنعملها. ده حتى في كذا لعبه كنا رايحين 4-3 لما بتيجي تبص على اللعيبه مش شايف ان هم قادرين يتحركوا او حافظين جمله، وبالتالي كنا حتى مثلا هدي مثلا الشوط الاول مثلا الشوط الثاني كان في هجمه في الشوط الاول احنا رايحين 4-3 وقدر تريزيجيه ان هو يخطف نظر المدافع اللي واقف قدامه وسحبه للداخل، حمدي فتحي فضل لوحده ورايح منفرد، الكوره جايه من عند مجدي قفشع حسب ما اتذكر متاخره جدا متاخره جدا. ليه؟ هو كان بيفكر في التسديد، هو كان بيفكر في التسديد اكتر ما كان بيفكر ده هو يمرر الكوره. وبالتالي انا بشوف دي واحده من الجمل يبين لك ان الفريق برده ما عندوش حاجه هو متدرب عليها. نفس الامر اتكرر في الشوط الثاني من رمضان صبحي لما نزلوا عبد الله السعيد، نفس الكوره رايحين برده 4-3 عندنا لاعب زياده، كل لاعب بيفكر في التهديف الفردي او التسديد الفردي، مفيش لعب جماعي، وده يبين ان احنا الحته دي عندنا فيها خلل واضح
جدا، ولكن ده كل ده مش هيبان طالما ان انت بتقدم في النتيجه. وعشان كده الهدف الاخير اللي دخل فينا هدف مش مؤثر، ولكن برضو يدينا مؤشر ان احنا محتاجين نشتغل على تصفيات المونديال. تصفيات كاس امم افريقيا سهله بسيطه بيتاهل منها منتخبين، انما تصفيات المونديال صعبه، هتبقى اصعب شويه، والمنتخبات كمان خدت يعني خبره المباريات وحساسيه الماتشات في تصفيات افريقيا. فالمنتخبات اللي هتلعبنا في تصفيات المونديال واهمها طبعا منتخب الجابون ومهاجمهم طبعا الكبير اوباميانج، مش هنلعبهم بالشكل اللي احنا، مش هنشوف اداء زي اداء توجو، ده مش هنشوفه تاني. ولكن لازم احنا نتعلم من دلوقتي ان احنا محتاجين نعمل شكل لنفسنا، محتاجين مش كل المنتخبات هتلعبنا زي توجو، ده مستحيل، ده مش هنشوفه تاني، صعب جدا، نادرا لما تلاقي منتخب هيواجهك بالشكل اللي توجو بتلعب بيه في حتى النهارده او حتى في ماتش الذهاب. ولكن تصفيات افريقيا سهل التاهل فيها، وان شاء الله احنا طبعا هنتاهل كمتصدرين، ما فيش ازمه خالص، وما اعتقدش حتى ان احنا هنتاهل كوسيط، ان شاء الله نقدر نكسب كينيا ونكسب جزر القمر في الماتشين الباقيين ونتاهل كمتصدرين. ولكن التست الاساسي او الاختبار الرئيسي لمنتخب مصر هو تصفيات المونديال، واللي اتمنى ان شاء الله ان احنا نغير كل افكارنا اللي قدمناها في تصفيات افريقيا، اللي هي مش هتنفع خالص في تصفيات المونديال. تصفيات المونديال على دورين، دور مجموعات بتأهل منه منتخب واحد، والدور الثاني هو الدور النهائي هتلاعب فيه احد متصدري التسع مجموعات الاخرين. طبعا هيبقى منتخب قوي جدا زي ما احنا شايفين تصفيات افريقيا يا جماعه، الجزائر يعني 3 انتصارات وتعادل او 4 انتصارات وتعادل، المغرب برضو انتصارات متتاليه، السنغال انتصارات متتاليه، وكمان اهداف كتيرة جدا مقابل هدف او هدفين بيخشوا مرمى الفريق. المنتخبات الكبيرة في افريقيا مقدمة نتائج كويسة، كنت اتمنى ان احنا برضو نقدم هذا الشكل في تصفيات افريقيا، ولكن طالما ان الهدف اتحقق مفيش مشكلة، بس لازم نشتغل شغل افضل من كده على مسألة تصفيات المونديال اللي هتقام ان شاء الله السنة الجاية. ده كان تحليل سريع لماتش مصر وتوجو، الف مليون مبروك لمنتخب مصر 3 نقاط، وان شاء الله مسألة التأهل اصبحت خلاص مسألة وقت، وبإذن الله بإذن الله يبقى التركيز اكبر في تصفيات المونديال. شكرا جزيلا، كنت معكم.